خميس عاوز يبلع الكل في كرشه. النهارده جاي ياخد مني بيتي وبكره هيقش السوق باللي فيه. يرضيك يا بدران نسيبه يبرطع بشكلنا؟ انا جاي اسمع العرض بتاعك يا معلم. ده مش عرض يا متر، ده اتفاق. يعني احنا هنتفق احنا الثلاثه والمكسب باسم العدل. مفيش حد بيشتغل عند حد ولا حد بيجب على حد، والمكسب كتير كتير قوي يا بدران. طب ودور كل واحد ايه في الاتفاق ده؟ انت البطل وكلنا كومبارس صامت جنبك. وبما انك انت البطل انت اللي هتجيب لنا مصارين افندينا، مخازن، المصالح، المواعيد وخلافه يعني. طب وكده تبقى اسمة عدل يا معلم انها تكون على ثلاثة؟ امال انت عايزها على كام يا متر؟ لا، المثل بيقول ان عشقت اعشق قمر وان سرقت اسرق جمل، ومفيش اكتر من الجمال عندك يا معلم. المثل ده حرام يا متر. استنى انت، طلباتك يا بدران كده ممكن يبقى اول الكلام. ممكن تشيز يا متر. ضربتها؟ للاسف ما كانش في قدامي حل تاني غير كده. اول ما شفت الشريط في ايديها اتجننت. انا كنت ممكن اخنقها بايدي. طب معلش انا هسالك سؤال، انتوا علاقتكم الزوجيه عامله ازاي؟ عادي يعني مفيش جديد. مش قصدي، بس العلاقه الجنسيه عامله ازاي؟ ليه؟ ارجوك ما تفهمنيش غلط، احنا هنا بنحاول نحل ازمه. عادي برضه مفيهاش جديد. 80% من العلاقات الزوجية اللي حوالينا إجاباتها كلها بتبقى عادي جدا، مملة، باردة. العلاقة الزوجية بتتحول بقت عبارة عن روتين. عشان كده للأسف الشديد بنضطر إن احنا نلجأ لمؤثرات خارجية عشان العملية تتم. مفيش إحساس. تقصدي إيه من كلامك ده يا دكتور؟ مراتك حاسة إن هي مضغوطة شوية، حاسة إنها مش في دماغك، إنها منسية، وأنت مش واخد بالك من كل ده. السجاير سعادتك يا باشا. طلبت منك سجاير؟ لا، انا اسف يا باشا، انا اسف. يلا. ده مغاوري اللي حكيت لي عنه؟ هو ده مغاوري اللي حكيت لك عنه. ابو وش دبلان والدين بتترعش. تخيل ان كل ده بقى بيحصل وهو سايق العربيه. بيبقى سايق وركبه بتخبط في بعضيها. الغريب بقى انه بينام وهو سايق بسمع شخيره، مع انه بيبقى مفتح عينه بس مش باص لاي حاجه ولا لاي حد. وبيني وبينك يا دكتوره، مغاوري ما يفرقش كتير لا عن شادي ولا عني ولا عن مراتي. الخطر بيقرب قوي يا دكتوره ولازم ناخد بالنا. احنا بنعمل اللي نقدر عليه صدقني. لازم نعمل اللي نقدر عليه. خميس انت دخلت هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وجاي عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. مات انا تخرج من البيت ده بلبوصه. بلبوصه وبزفه. مات تخرج نايم على ظهرك.
عندك في نافوخك رصاصة من مسدسي، تختار ايه؟ سبت بس مؤاخذة يا سيدي المعلمين. ليه جابت كده؟ بقولنا بس يا ماما مؤاخذة عريس، هو انا جيت في لحظة شهوة؟ كانت بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله اكبر. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم، استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ناقصه كوابيس كمان يا رب. اه الشفا انت كويس؟ الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. في ايه؟ في ايه يا معلم؟ تلات خمسان جم مع بعض. تلات خمسان؟ وقعدوا على الكنبة. مالك يا معلم؟ خمسان ايه اللي قاعدين على الكنبة؟ في ايه يا معلم مالك؟ اللهم صل على النبي، في ايه؟ انا تعبان. طب ريح ريح. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ ريح ريح، اجيب لك دكتور؟ انت محتاج دكتور. يو شوف امي ولا لسه؟ هما مين دول؟ الخمسان. انا بقى شايف ان كل اللي بيحصل حوالينا في الشارع ده له جهل ولا غباوه ولا فقر ولا بلطجه ولا اي حاجه من الحاجات دي. امال ايه يا فندينا؟ قله المزاج، الناس مش متكيفه صح، وطول ما هنا مش مبسوط مفيش حاجه هتبقى عدله. طب والحل يا فندينا؟ الحل ان هم زي ما حرروا الجنيه، فاكر لما حرروا الجنيه يحرروا الحشيش. الله الله. والصح منه بقى، الصح منه انهم يدعموا الحشيش. الله عليك يا معلمي، كلامك حكم. كان مفترض تترشح للتشكيل الجديد. مش وقته يا زوز، مش وقته، وعندي فتره انتقاليه. صح يا بطني؟ انتوا اتسطلتوا ولا ايه؟ انت اتسطلت قد؟ لا. طب وقول انا مش مسطول خمس مرات. انا مش مسطول، انا مش مسطول، انا مش مسطول. طب انت كده قد مسطول. انا مش مسطول، انا مش مسطول. مؤاخذة يا فندينا، في ناس عاوزينك بره. ناس؟ ناس مين؟ واحدة بتقول معرفة. واحدة؟ كده الحلو كامل بقى يا رجاله. ابعت ابعت. هتقسم عليك بس بتقول عايز حضرتك لوحدك. دي حلاوه بزياده. ابعت يلا يلا، خد الرجاله في الصحون بره. يلا يلا يا رجاله، واحنا بره مستنيين معاليك. يلا يا رجاله يلا. انا مش مسطول، 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 انا مش مسطول. اهلا اهلا اهلا. انت مش عارفني؟ مؤاخذه يعني العتب على عتب. انما بنتعرف. لقيتك بتلف حواليا كتير، قلت اجيلك لغايه هنا واسالك انت عاوز مني ايه يا خميس. بلف حواليك كتير؟ انت مين؟ انا مطر. مطر مراد براء النوح؟ لا، مراد غريب.